مظاهرات نيسان مثل ما تشوفون اطلاق نار عشوائي على المتظاهرين. هاي الشرطة اللي تحمينا المفروض. اعتداء على الناس، اعتداء على الناس، اعتداء على المتظاهرين. هذا حق المتظاهرين، حق مشروع. حال الظلم في العراق المنذ ظهر يظهر هسه بالعراق يرمون علي يسجونه، وهذا حكي مو خوش حكي. هذا شو هذاك فذاك الشرطي دخل عليهم من المحل يوف باق بيهم طيق بالجنايات. الله يرضيه شعب عراقي يريد حقوقه، يريد سخام، يجي شرطة توافي. الله يرضيه. شوف دخلوا عليهم من المحل وقوا بيهم بالتواسي. شوف صارت بالتواسي، قتلوا الوادم كلها.